بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الخطبة القدر مستودع الأعمال، تتم إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله وإياكم منها. معاشر الصالحين، ذكرنا في الأسبوع المنصرم والذي قبله أموراً أعمالاً صالحة يهيئها العبد المؤمن في دنياه فينتفع بتمارها في القبر. قلنا سبع تجري على العبد أجورهن في قبره بعد موته، وذكرنا خمسة وبقيت اثنتان، بقيت اثنتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقف مصحفا، ومن ترك ولدا صالحا يدعو له بعد موته. كلنا نعلم، الحمد لله، كلنا نعلم، وإننا وفقنا لنذكر بعضنا بعضا فقط. نحن كما نقول دائما ونرى ونشاهد في كل يوم نغدو ونروح بأناس غادروا هذه الدنيا، واحنا اليوم معنا جنازة، والله تعالى يرحمه ويتجاوز عنه. هذه حقيقة، لكنها كما قلت كم مرة تغيب على العقلاء الحلماء، فما بالك بغيرهم. حقيقة غادي، ما الذي يبقى مع الميت؟ يتبع الميت كما تعلمون، وهو خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر الصادق المصدوق. يتبع الميت ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والولد، لكي الإنسان يعني يضحي بمهجه في سبيل إبقاء المال والولد وفي سبيل استمرارهما ونموهما. ولكن غالبا ما يغفل عن الصاحب، الصاحب الحقيقي يغفل عليه، كان يغفل عليه جميعا، هو العمل. فيعود اثنان ويبقى واحد، كي يرجع المال كما قلت كم من مره، يتخافوه الوليدات والورثه، كما كيقولوا باقي خضر في القبر تفرقت، وكما قلت كم مره وهي مؤلمه، زوج المراه من بعد منك الى اخره، نسال الله العفو والعافيه. الرجل الذي يلقاك في قبرك هما رجلان لا ثالث لهما،
كل منهما يمثل عملك. من المخبورين بل يأتيه رجل شديد البياض، بياض الوجه والثياب، صاحب رائحة زفرية، وجهه مشرق، والإنسان في بيت الوحدة والظلمة والديدان يتشبث بقشة صغير لي ينسه ينور عليه. فيأتي الرجل على هذه الحالة فيستبشر الميت به خيرا ويقول: من أنت؟ يدخل عليه البشر والسرور والحبور، يكون الجواب: أنا عملك الصالح. أنا العمل ديالك كدير في دنياك صالح، والعمل الصالح فيها بالقشعة والدفن. والآخر يأتيه رجل شديد سواد الوجه، شديد سواد الثياب، رائحته منتنة، وهو في غربته وظلمته وديدانه، فيزيد هما إلى هم: من أنت؟ أنا عملك السيء، أنا شو كدير في الدنيا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل النزول إلى الحفرة، نبهنا أن نكون صنائع معروف، نصنع الخير، أن نكون صنائع معروف في مكان الخير نكونوا فيه ونكونوا معاه، في مكان الشر بعد منه. ومن صنائع المعروف التي تجري عليك في قبرك هذه السبع ذكرنا، واليوم نتحدث عن توقيف المصحف. المصحف أيها الإخوة يضم بين دفتيه كلام الله، يضم بين دفتيه كلام الله، جمع القرآن، جمع التوحيد، توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، جمع الأخبار الصادقة عن الآخرة والكتب والرسل والملائكة واليوم الآخر، تمتع في اليوم الآخر وأنت تقرأ في القرآن، جمع الأحكام الربانية العادلة التي لا تبقى إليها شبهة، هو دستور الأمة، العالم كله يقف لصد الناس عن هذا القرآن، لأنه سبب الفلاح والنجاح والازدهار، هو معقد عز الأمة. فأنت إن وفقت، إن وفق الله تعالى وتنبهت من الغفلة، ولك من الإمكانيات شيء قليل، وقف مصحف، وقفه، بمعنى شريه، واحد، عشرين، مئة، ألف، اكتب عليهم: هذا وقف لله تعالى. فما قرأ فيه قارئ إلا والعمل تنتفع به في دنيا وفي أخرى، وكل ما له علاقة بالقرآن، كتب تفسير، ما خرجت أنت ما توفقتش تقرأ، شريت في كتاب ديال التفسير ابن كثير ولا السعدي ولا كذا، وشوف شي طلبة ما عندهمش، لاحظوا شي مسجد، وقفوا هذا شحال كيدير التفسير، 3000 ريال، ويبقى جاري عليك: ما مكثت في قبري، كما قلت هي حق بالغة صعيبة جدا، كم يمكث الإنسان في قبره؟ لعلك تمكث آلاف السنين. وهذه المصيبة اللي كنساها. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أنقلكم نقلة أخرى. جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالها لما شافوش النبي؟ سألها التابعون: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم مصحفا يمشي على الأرض. أي حاجة تشوفها في القرآن حية تمشي على الأرض، شوف النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أنزل الله عز وجل كتابه ما أنزله على ملك ولا جن، وإنما أنزله على بشر ليأكلوا الطعام ويمشي الأسواق، حتى لا يقول الناس إننا لا نستطيع تطبيق هذا القرآن. فأرسل الله عز وجل المثل الأعلى لوسيدنا محمد بشر تطبيق القرآن. أريد أن أقول، من وقف مصحفا من الناس، من سيوقف مصحفا أوراق فيها كلام الله؟ أنا أحط نفسي وإياك أيها الأخ الصالح، وإياك أعني أيتها الأخت الصالح، نريد أن نوقف مصاحف تدب على الأرض حية. وقف أحد أولادك، عندك ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، ويكون يا ربي واحد، وقفه لله، حيث هذان العملان اللي كنت كلموا عليهم مترابطين. وقف مصحفا، ترك ولدا صالحا يدعو له بعد موته، اجمع لهم بجوج، حاول أن تجمع بين الحسنيين، أن توقف مصحفا في ولدك حيا كيمشي على الأرض. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لنغار، عندنا غيرة، غيرة غيرة ممدوحة مطلوبة، لا حسد إلا في اثنتين. هنا في كل حسد، مش الحسد المذموم، الغبطة، نتنافس في الخير. نحن عندما نقول نريد حفاظا للقرآن لا نعني قراء على القبور. يقول ولاش انا حفظ القرآن في هذا الزمان يمشي قضي على القبورة، هذا كلام مذموم. يحفظوا القرآن ويتعلم في المدارس في الثانويات ويحوز الشهادات ويحتل أعلى المناصب. وإذا كان اللهم ولي علينا خيارنا، إذا كان خيراً حامل القرآن يكون رحمة على الناس. قال ما يخليش يمشي بلاصة، يوجهه. إن حنة هذه المرأة العظيمة، حنة بنت عمران لم ترزق الولد على كبر سنها، لم ترزق الولد، زوجة عمران لم ترزق الولد وكبر سنها ولم يولد لها. وإذا أراد الله عز وجل أمراً هيئ له أسبابه. رأت يوماً طائراً يزق ولده، شوف شو واحد طائر يفكر يطعم ولده، فاشتاقت للولد ورفعت أكفها إلى السماء وسألت الله الولد فأعطيته، ضاجعها زوجها وحملت، أصلح الله رحمها بصدق نيتها ودعواتها. فلما أحست به في أحشائها، ما عندهاش ثلاثة ولا أربعة، احنا واحد عنده ثلاثة ولا أربعة، كل شيء يبغى يكون مهندس، كل شيء طبيب، كل شيء طيار، كل شيء محامي. أيها الأخوة الكرام، احنا عندنا تضخم في بلادنا، تضخم، أطباء موجودين، مهندسون موجودين، كل عاطل الآن، دكاترة عاطلون، كي يقفوا قدام البرلمان يبغوا يخدموا ما لقاوش. ونحن في حاجة إلى أهل الخير، رحنا بين 30 و40 مليون، أهل الخير الصالحون يعدون على رؤوس الأصابع،
هم عيون الأمة، هم كسيرها وروحها. الأمة كتموت، صحيها هل جيني غادي يحييها؟ عندها واحد تحرك في الأحشاء ديالها كانت تظن أنه ذكر. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محرم. صح، شو على نية كبيرة، على موقف كبير، ما شاورت حد. هذا اللي هنا لك ربي خالصا محررا عبدا لك قيما على بيت المقدس يخدموا، ما بغيت منه حتى حاجه. واحد كيقولوا له حنا ولدناكم باش تصفوا علينا واش ديروا لنا وانتم ما درتوا لنا. راك ما صححتيش النيه في الاول، لو صححتي النيه يجي الخير. لكن المسكينه باختصار لما وضعت قالت ربي وضعت له انثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. وبدينا في الخدمة، بدينا في الخدمة، بدأنا في صناعة الولد، بدينا بالدعاء وإني أعيدها بك. ما وقفناش هنا، وقفناش وذريتها عيسى. يا ربي هذه البنية هذه بغيتك أنت تحفظها هي والذرية ديالك. قالت رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكذلك كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ونخسه الشيطان حتى يسمع صراخه. ما كاينش شي وليد ما كيغوتش اللي كيتزاد إلا مريم وابنها، إلا مريم وابنها. وقد ذهب الشيطان لينخس عيسى عليه السلام فأفلته ووقعت نخسته في التوب. حفظ الله تعالى لأبي الدعاء. ثم هيئت لها الظروف لهذه البنت، كفلها زكريا، تقبلها ربها بقبول حسن. الجمال والعفة والحكمة، وكفلها نبي. وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال المفسرون فاكهة، يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله. هنالك دعا زكريا ربه. هذا العطاء، هذا الرزق المخالف للكون وطبيعة الكون حرك في زكريا عليه السلام، وهو الشيخ الكبير ومرأته العقيم، حرك فيه بغية الولد. كيف كانت مريم؟ قصة تعرفونها. من أنجبت مريم؟ قصة تعرفونها. بغيت نوقف غير ثانية هنا ونختم الخطبة الأولى. ألا نغار من هذه المرأة؟ والله يجزيكم بخير. نحن في صراع مع العالم الآخر. اليهود والنصارى يريدون طمس الهوية. راه حرب كبيرة دائرة. بغيو يطمسونا. العربية بغات تمشي وتعود بحاجة أخرى. نقول خصها تمشي. حضر وحقق نيتك في ولدك. نسأل الله تعالى أن تحركنا هذه الغيرة. واللي مازال عنده الوليدات بغي ولد ولا عنده الأحفاد فليخصص مصحفا وليوقف مصحفا يمشي على الأرض. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. وصلوا وسلموا على البشير النذير وسيرة المنير. لا إله إلا الله هو الحي فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن، انتبهوا الله يجزيكم بخير، البشرى هذه بشرى أزفها لي ولكم لكي تمحن مع وليداتو. اختار واحد دجوج وحفظ القرآن واصبر معاه. قلت من حديث معاذ بن أنس الجهني
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا في الجنة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. هل خير؟ هذه بشرى. اش قلنا قبيله نعاودوها. نحن ما كنحفظوش ولادنا باش قلنا يمشيو كيتسولوا القرآن. أنا مرة أو مرتين لقيت شي وليدات غادي نهزين للواحد ديالهم كيطلعوا. قلت له: واش كدير وليدي؟ أنت اش كدير؟ طلب القرآن. هذه كارثة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نريد قراء يعملون بما يحفظون. ماشي القرآن في واد وهو في واد. حامل القرآن والقرآن يلعنه. نحفظ القرآن ونعلمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل به. وهذه نتيجة ديال السهر ديال الوالدين. لا وليدي، كل شيء في القرآن. ألبس والداه تاجا في الجنة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. انظروا معاشر الصالحين، إن هذه الأعمال ليست قاصرة على القبر. إن أجور هذه الأعمال، نتكلم عن السمعة هذه، ليست قاصرة أجورها، ليست قاصرة على القبر، وإنما تستمر إلى الجنة. فلما تكون كتنظف وليدك، كتقري في القرآن، وصابر معاه، بغيتي تدير الازدواجية ديال المدرسة مزيان، صابر معه وكتحفظه. والله يا إخوة، حنا دابا كنلاحظوا المسألة، الأولاد الذين يحفظون القرآن في الكتاتيب يحوزون على النقط العليا في المؤسسات العموم، في الابتدائي وفي الإعدادي وفي الثانوي وفي الجامعة، وما كيوقفوا من الدكتور ببركة القرآن. هذا ما اللي بغينا، ما بغيناش قلنا كيتسولوا كيقراوا على القبورة، لا، بغيناهم كيفهموا واش كيقولوا. يكونون كما وصفت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان لما سئلت عن النبي؟ قالت: كان خلقه القرآن. واعلم أيها الوالد، واعلمي أيها الوالدة، والآن الخطاب موجه للنساء، اصبري اصبري على شيء من الجوع وشيء من العري وشيء من السهر في تكوين الجيل. صبري شويه، الحمد لله الخير موجود في البلاد، هذه البلاد حداها الله بالخير، أدام الله عليها هذه النعم، ولكن غير شويه صبري مع البنيته وصبري مع الوليد، ونقصي من المصروف ونقصي من شويه النعاس ونقصي من كذا وسيري. فإنك بعملك هذا تتوجين يوم القيامة بتاج مرصع. ونحن عندما نتكلم عن التيجان في الدنيا يصيبنا العجب والدهش، فكيف بتيجان يوم القيامة؟ اللهم لا تحرمنا هذا الخير، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والله اللهم على الصحابة أجمعين سيد الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عنا معهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر أمير المؤمنين وحامل حمى الملة والدين محمد السادس نصرا تعز به الدين وترفع به راية الإسلام للمسلمين. اللهم هيئ الأمير بطانة خير تعينه على أمر دين الدنيا. اللهم اشف مرضى المسلمين. لكم إخوة مرضى، اللهم اشف مرضى المسلمين، 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 اللهم ارحم أموات المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك
إنك ولي ذلك القادر. عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة اللي عطاو الدم في الجمعة اللي يتعرف فيها الدم يجيو لا كاين يحضروا الورقات ديالهم ديال الفصل ديالهم.